السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة معانا 4 أجواز زغليل للبيع، للبيع في دمياط. شرط البيع يا جماعة الاستلام في دمياط قبل ما حد يضيع وقته، مفيش شحن الايام دي. اهو 4 أجواز زغليل البيع في دمياط. هنبدأ نبيع زيت. عملنا في الفيديو اللي فات، الفيديو السابق، كنا المجموعة اللي فاتت كانت 10 أجواز، لكن دول 4 أجواز بس. هنخلي المدة بتاعت المزاد 5 أيام بس، بلاش كنا عملناها 10 أيام مدة طويلة، لأن المدة الكمية دي قليلة. اللي عايز ال4 أجواز على بعض موافقين، واللي عايز برضو جوز يكلمني، واللي عايز جوزين يكلمني. هسيب لكم الرابط بتاع الفيسبوك في صندوق الوصف تحت الفيديو. طيب نقول برضو هنعمل ازاي. اللي عايز يعني احنا نسمي مثلا، هنقول العرض ده نطلع كل جزء لوحده، عشان في ناس اللي طالب جزء يقول لي ده، نقول مثلا الجزء ده نقول عليه العرض رقم 1 مثلا. اللي يستلم يقول لي رقم 1، اللي عايز رقم 1 يقول لي، لو حد عايز فرضاني يعني، لو مش عايزهم على بعضهم، ده جزء لوحده رقم 1. نقول الجزء الثاني رقم 2، نقول الجزء ده تمام، يقول لي عايز رقم 2، اللي عايز رقم 2 يقول لي، يبقى ده رقم 2. طيب اللي عايز رقم 3 يبقى الجوز ده الاسود ده اللي هو رقم 3 تمام، الجوز الاسود ده رقم 3 تمام. اهو بسم الله ما شاء الله. واللي عايز الجوز الرابع ده يكلمني، يجيبهم بس مع بعض كده. واللي عايز الكمية على بعضها يقول لي، مفيش شرط المرة دي، احنا المرة اللي فاتت قلنا ان المجموعة على بعضها تمام. ده الجوز الرابع ده يا جماعة عمر اصغر شوية، لسه ما طاروش خالص. اللي عايز اللي هيطير يقول لي قبل ما يطيرهم. احنا قلنا مدة المزاد 5 ايام علشان ما يلحقوش يطيرهم. هو مش هيلحقوا يطيروا في ال5 ايام، لكن يعودهم على المكان عنده. هو لو حطهم كده هياكلهم يعني، في السن ده ياكلهم ويعتمدوا على نفسهم ان شاء الله. اهو طيب احنا هنبيعهم بطريقة المزاد زي ما حضراتكم عارفين، الطريقة يعني عجبت ناس كتير الفيديو السابق. يبقى احنا هنبدأ علشان مدة المزاد قليلة، هنبدأ المزاد بسعر الجوز 50 جنيه، واللي يزود هيزود بال5 جنيه زي ما قلنا، اللي يزود يزود بال5 جنيه. البيعة اللي فاتت كانت باعة كاملة لكن على بعضها، لكن احنا بنقول اللي عايز حاجة يقول لي، اللي عايز جوز عايز جوزين يقول لي، شرط ان هو يكون يستلم في دمياط. ابقى اقول له العنوان او رقم التليفون في بعد ما اسيب له الرابط يكلمني على الخاص، وانا اسيب له رقم التليفون. بشرط ان هو اللي يزود يكتب في التعليقات، يعني هيزود يكتب في تعليقات اللي هي على يوتيوب تحت الفيديو، علشان كل الناس تبقى شايفة، ما حدش يقول ان انا بفضل حد عن حد. يزود بال5 جنيه زي ما قلنا، يعني حضرتك هتشوف التعليقات السابقة، تشوف التعليق السابق وتزود عنه 5 جنيه. قلنا هنبدأ الجزء ب50،
يزود يقول 55، يقرأ في التعليق يشوف 55، عايز يزود يزود يكتب 60، محدش يزود بالعشرة، خمسة بس. مجموعة الزغاليل دي إهداء لمتابعي القناة. وفي لسه، في لسه إن شاء الله نوعدكم في أحجام لسه صغيرة، أسبوع أو اتنين كده برضو هنعرضها عليكم. الفيديو السابق عجب ناس كتير يعني، الحمد لله تقريبا هم اتباعهم. ليه؟ انا بقول لك دايما اشتري زغاليل، ما تشتريش حمام كبير. الزغاليل اضمن يا جماعة، اللي هيربي يشتري زغاليل اضمن يربيها على ايده. تاخد مني حمام كبير تقول لي ان ده مش بتبيض، تقول لي الذكر بيطلع بيض فاضي، بلاش الحكاية دي، بلاش تشتري مني او من غيري حمام كبير، لان هو محدش هيعطيك الحمام اللي هو فايض منه، اللي هو ما هوش عايزه يعني. طيب يبقى قلنا لو هتربي تربي زغاليل صغيرة على ايدك احسن، حتى تطير وترجع تضمن ان هي طايرة عندك، مش هتطير وما ترجعش تاني او ترجع لصاحبها. يبقى هي الزغاليل دي لو عايز تطير هتطير، لو عايز تحبسهم هتحبسهم، ينفعهم في كل الايه الطرق يعني. لو انت محتاجهم للتربية عادي في مكان مقفول زي ما انا مربي كده، انا بربي في مكان مقفول يا جماعة، ما بطيرش اهو اهو، بس في شبابيك وفي باب اهو، ما نيش فاتح اي فتحة للحمام يطير، لان احنا في منطقة سكنية، انا ما بحبش اطير علشان ايه ما نأذيش الجيران يعني، وبرضو ممكن اللي يطير برضو ما يرجعش يا جماعة. طيب هو احنا قلنا دول اعمارهم نقول عليهم مثلا نقول 4 اسابيع، تمام؟ يعني هما بيختلفوا في ايام قليلة قوي، مش فرق كبير. طبعا احنا عطيناهم زي ما حضراتكم عارفين بنات دايما الفلاجيل وقاية من الكنكر، فلاجيل او امرزول، وبنات دايما برضو مضاد السموم، بناتي من عمر 8 ايام اللي هو في الجيل الثامن والتاسع والعاشر من عمر الزغلول، يعني ان شاء الله ما وقاية جيدة جدا من الكنكر اللي بيجي في حلق الزغلول، ومن الجدري وانتفاخ الحوصلة اللي بيربي الحمام عارف الحاجات دي. وايضا بنعطي مضاد سموم اللي هو مضاد كولستريديا، يعني ان شاء الله تاخد حاجة مضمونة مش هتتعبك في حاجة، صحتها جيدة، صحتها جيدة يا جماعة. طيب ليه انا بقول التعليقات من خلال المزاد؟ علشان كل الناس تكون شايفة المزاد، يكون كل واحد عارف، مش على الخاص، يكون كل واحد عارف قبل ما يزود المزاد وصل ايه، لكن على الخاص محدش هيعرف حاجة. انا اسيب لكم ده برضو اللي هو الرابط، اللي عايز يكلمني على الخاص يكلمني، لكن الزيادة لازم تكون عامة يا جماعة على التعليقات بتاعت الفيديو بتاع اليوتيوب، عشان كل الناس تكون شايفاها. بس قبل ما تخش المزاد وتزود لازم تتأكد ان انت هتستلم في دمياط، لازم تعرف كده، لان هي الكمية مش مستاهلة اللي هي الشحن وكده، عشان مصاريف الشحن بس يا جماعة، وكمان علشان الحظر. طيب لو هتعرف ومكانك قريب اهلا بيك، ادخل معنا المزاد، لينك صفحة الفيسبوك زي ما قلنا هسيبه، بتلاقيه موجود في على القناة في لمحة، او هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف اللي هو تحت الفيديو او في اول تعليق. وزي ما قلنا نعيد تاني، سعر بداية المزاد 50 جنيه لمدة 5 ايام، مدة المزاد 5 ايام من تاريخ نشر الفيديو، في البداية 50 جنيه وزيادة 5 جنيه. ما تنساش اللي عايز المجموعة على بعضها مفيش مشكلة، واللي عايز جوز يقول لي رقم الجوز اللي زي ما قلنا، رقم 1 او 2 او 3 او 4. احنا المرة دي المرة الثانية اللي نبيع فيها زغاليل بالطريقة دي، وان شاء الله يعني هي نجحت نوعا ما، لان هي اول مرة نعملها، محدش عارف ان احنا بنبيع زغاليل، لكن هي ان شاء الله تجربة مقبولة، ان شاء الله نكررها مرة تانية.
او زي ما يعجبكم اكتبوا لي في التعليقات اللي عايز بيع، اقول سعر محدد مره واحده من غير مزاد، لكن انا شايف ان الطريقه دي انت اللي تحدد السعر، ان هي تكون افضل لك، كل واحد يكون شايف ويحدد ايه هو السعر اللي يناسبه. زي ما قلت هو 5 ايام، زودت السعر، تزود بال5 جنيه، بس بشرط انك تعرف تستلم في دمياط. شوفهم كده تاني يا جماعة، ما شاء الله. نجلس تاني، بسم الله ما شاء الله. طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.